ما فعلوا هذا ما يسمى خبيل الخنزير الفاجر الذي قام بخطف الفتاتين البريئتين وقتلهن واغتصابهن جريمة يحاسب عليها القانون. أسبوع آخر من المظاهرات والاحتجاجات الشعبية الرافضة لسياسة ميليشيا قسد وللوجود الأمريكي غير الشرعي بأرياف دير الزور الغربية والشرقية وصولاً إلى ريف الحسكة الجنوبي. جريمة قتل الفتاتين فضحت سياسة قسد والأمريكيين فيما يعرف بمناطق شرق الفرات من خلال الاعتماد على المجرمين وقطاع الطرق واللصوص ومتعاطي المخدرات ليحكموها، وهي سياسة بدأت ترتد عليهم عبر تفجر المظاهرات وامتدادها يوماً بعد آخر إلى مناطق مختلفة. إنما ترتكبه عصابات الإرهابية الانفصالية المدعومة أمريكياً ومن الكيان الصهيوني في الجزيرة السورية إن دل على شيء فإنه يدل على أن هذه العصابات هي أدوات رخيصة بيد المستعمر الجديد، وأيضا هي تطمح إلى تفتيت الدولة السورية لتحقيق أغراض دنيئة تخدم هذا الكيان اللقيط. وإن كان العنوان الرئيسي للمظاهرات المطالبة بمحاسبة مرتكبي جريمة اغتصاب الفتاتين وقتلهما، إلا أنها جاءت أيضا نتيجة تراكمات ومعاينات للأهالي لممارسات قسد وداعمه المحتل الأمريكي. الآن قسد تمارس ممارسات بشعة جدا على أهالينا في المنطقة اللي تقع تحت احتلالهم بالتعاون مع الأمريكان. هناك مخططات طبعا مرسومة للمنطقة، المراد منها تفتيت المنطقة العربية بكاملها وتفتيت سوريا والقضاء على وحدة سوريا. طبعا هذه الممارسات انعكست سلبا على وجودها بالمنطقة، والأهالي الآن في هذه المرحلة يعني بدأوا يتحسسوا من وجود قسد ومن وجود الأمريكان، وبالتالي قامت مظاهرات كبيرة جدا وعارمة هذه المظاهرات ضد الوجود الأمريكي وضد وجود قسد. الأهالي في المنطقة الشرقية باتوا يستشعرون أثر الوجود غير الشرعي للأمريكيين اليوم أكثر من أي وقت سبق، في ظل تشديد العقوبات والحصار واستمرار نهب المقدرات الوطنية، إذ أصبحوا مدركين ألا حل إلا بطرد المحتلين بشتى الطرق. تقوم الميليشيات القصدية بممارسات خبيثة وفتن ضد أبناء العشائر السورية في الجزيرة لكي يبقى الأمريكان مسيطرين على المنطقة ولنهب خيرات وثروات الجزيرة السورية، وأن العشائر العربية كلها مدركة لهذا الأمر، وسيخرج المحتل الأمريكي عاجلا أو آجلا ولن يحميكم سوى الجيش العربي السوري، وأن حاليا الاحتجاجات مستمرة في الريف الغربي ضد ميليشيات قسد وضد الأمريكان. لم تفلح كل محاولات ما يسمى مجلس دير الزور العسكري بإخراج مظاهرات تأييدية له في إخماد الاحتجاجات الشعبية والحد منها، وهي إن لم تغير بواقع الميدان شيئا لكنها تعطي رسائل بأن المقاومة الشعبية حاضرة وقابلة للتطور في أي لحظة، وصولا لإرغام الأمريكيين على الانسحاب من كل المناطق التي يحتلونها.